الاحتجاج ديالنا هو رد وجواب على ما يروج من مغالطات اللي كتقودها الوزاره بمعيه القيادات البيروقراطيه المتواطئه معها. هذه المغالطات كتقول بان الحوار الاخير وهذاك الاتفاقات اللي تبرمت الاخيره استجابت لكافه المطالب الاساسيه للاساتذه والاستاذات واطر الدعم، وكذلك من ضمنها الزياده في الاجور اللي بمقدار 1500 درهم، وبالتالي فالاساتذه خصهم يدخلوا الاقسام. نرد ونقول ونصحح هذه المغالطه للراي العام للاسر بصفه خاصه بان المطالب ديالنا الاساسيه راه لم تكن هي فقط زياده في الاجور، لم تكن فقط تعديل بعض المطالب الفئويه، المطلب الاساسي ديالنا هو سحب النظام الاساسي. باش نشرح اكثر، راه هذا النظام الاساسي الجديد رافضينه وراه مازال ما تسحب لسبب واحد، ان النظام الاساسي خرجنا كاملين من الوظيفه العموميه. الاساتذه اليوم والاستاذات في قطاع التعليم راه ولاو خارج الوظيفه العموميه بحالنا بحال المتعاقدين، ولينا كاملين متعاقدين، وبالتالي حنا كنرفضوا هذا النظام الاساسي. ثانيا ادماج متعاقدين مطلب اساسي في المطلب ديالنا راه ما تحققش. حنا بالنسبه لنا هادو هما اولى الاولويات، عاد نجيو نجلسوا للحوار. لو كان تحققوا هاد الجوج كان ممكن ان الاساتذه يرجعوا للاقسام ويستمروا في الحوار وفي التفاوض باش انهم يجيبوا المكتسبات ديال الفئات، ولكن اللي واقع الان ليس كذلك. كذلك 1500 درهم اللي كتشدق بينا عليها الوزاره بمجرد ما يدار الاصلاح ديال التقاعد اللي هو راه كيتسنى الان، بمجرد ما ندخلوا الاقسام بمجرد ما تهدى الوقت غادي يدوز نظام ديال التقاعد، اصلاح نظام التقاعد راه بموجبه غتمشي لينا 1000 درهم من الاجره ديالنا. كذلك اصلاح ديال الكنوبس، اون فوا غيدوز اصلاح ديال الكنوبس غتمشي ما بين 250 درهم حتى 500 درهم لكل استاذ. اذا هذيك 1500 درهم اللي اليوم كتبجح علينا الوزاره بانه واحد الزياده هي والقيادات النقابيه بانها زياده تاريخيه في الاجور، فنحن الاساتذه نحن كنقول لها بان احنا راه عارفين بانه بمجرد ما تعطيها لنا بواحد يد غتاخذيها لنا باليد الاخرى. اذا الزياده في الاجور ماشي هكا غادي تتم، الزياده في الاجور يجب ان تتم مقارنه وتوافقا مع ارتفاع الاسعار اللي كيدايز 100% نسبه 100% في بعض المواد الاستهلاكيه. وبالتالي فاحنا كنقولوا الراي العام والاسر راه حنا متضررين بحالنا بحال التلاميذ ديالنا، راه حنا ماشي زعما راه مرتاحين، راه هاد الاضرابات اللي كنديروا حسبوا الايام ديالها راه تساوي ناقص كل يوم اجره ديالنا من الاجره ديالنا كل يوم. واش بالله عليكم حنا كنقولوا راه الاجور ديالنا هزيله وفيها قطاعات ديال الاضراب، فهذا يعني الخروج ديالنا ماشي عن خاطر. احنا مرغمون، نحن مجبرون ان نناضل، ان نكون في الشارع ولن نكون في الاقسام. التلاميذ ديالنا ايضا متضررين، يجب فعلا ان الوزاره انها تاخذ بعين الاعتبار هذا الضرر اللي كديروا في قطاع التعليم، لا في حق الاستاذ ولا في حق التلميذ والتلميذه. داكشي علاش اليوم نحن نرتدي اللون الاسود، نرتدي اللون الاسود حدادا على قطاع التعليم. هذه السياسه اللي كتنهجها الوزاره والحكومه في قطاع التعليم كيدل بانه فعلا راه غادي في واحد الاتجاه ديال الاقبار ديالو، ديال الدفن ديالو، دق اخر مسمار في النعش ديال قطاع التعليم بالمغرب. اليوم مسيره اليوم جات كرده فعل على اتفاق ديال الحكومه مع الشركاء ومع الهيئات النقابيه، وحنايا كتنسيقيه موحده لهيئه تدريس وطور الدعم تنعبروا باننا نرفض رفضا تاما المخرجات الاخيره ديال السيد رئيس الحكومه مع المسؤولين. لماذا نرفض هذه المساله؟ لانهم ركزوا فقط على الجانب المادي ولم يركزوا على المستهدف من هذه الاضرابات اللي هي تقريبا داخله في الشهر الثالث، بدايه الشهر الثالث حاليا. والمطالب ديالنا واضحه، هي سحب النظام الاساسي لقطاع التعليم اللي هو يعني يمس بشكل كبير كرامه الاستاذ ويقوم باهانتها،
وتتبقى كرامة الأستاذ راهينا ليست فقط بما هو مادي بل بما هو نفسي ما هو اجتماعي، أنه يجب أن نرجع الوضعية الاعتبارية للأستاذ والهيئة التدريس بصفة عامة. أكيد أنه كانت محاولات، يعني كاين مكيسبات ولكن لا ترقى إلى السقف، لأن الأساس ديالنا هو صعب النظام الأساسي لقطاع التعليم، وكذلك كما قلنا احترام كرامة الأستاذ، وحنا مستمرين في الإضرابات ديالنا. يعني أنا ما غاديش التنسيق المحدد ما غترجعش إلى حدود السحب ديال النظام الأساسي لقطاع التعليم، حينئذ يمكن أن نفكر في العودة، أما الآن راه ما كاينش رجوع ما كاينش عودة. ونتمنى إن شاء الله تعالى أن الحكومة تاخذ شوية العقل عقلنا وتتبر هذا الملف، لأنه ما يمكنش شهرين ثلاث شهور وما عندناش حكيم، ألا يوجد حكيم في الحكومة يقدر يدبر هذا القطاع ويجلس مع المعنية بالأمر تنسيقيات ونحلوا المشكل من أجل المدرسة العمومية، من أجل إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية.